السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم وقتنا راح يكون جيم كريتيف انا وصالح والشباب. طبعا شباب، قبل بداية المقطع انا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومشترك بالقناة، اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اقتداء المقطع بلايك. صالح، هلا صالح، عليك السلام. بدنا ماب يا ولد. شلونك؟ والله تمام، نلعب ماب. شو قصة الباتل باس اللي منزله عندك؟ ايش هو؟ باتل باس سيزون الثالث. ايه شفته، نزلته قبل يومين. ما شفته؟ باتل باس واحد مسويه اسم قناته تريمكس، كانه منزل. سمعت لك اياه على الجوال. دقيقه، اوكي وصلك. اسمع، بتفتح الرابط على اليوتيوب. مسوي 50 تاير، 50 شغله باتل باس، هم مصممهم بيده على كلام اللي كنا مسربين، انه هو راح يكون في سكن شيطان، وراح يكون في سكن المهندسه، وسكن اكوامان، عامل تصميم خاص فيه. ففي اشياء اتوقع راح تيجي منه، بس اعرضهم عليكم كمان انتم.
حط ستار. سباق خالد صالح. ايوه ايه سباق طب حرب معنا اسلحه. سباق حرب. ناوي تجددنا صالح. اكم بم اللي بس جيد انياك. طب يلا روح عليهم روح عليهم خلص انا يقصه روح عليهم خلص صاحب انا وياه. عبد الله تيم تيم مع اخو احمد. اه مين شالني؟ عبد الله كفو والله. اربجيهات صالح ولد بيض وجهي يا صالح. ايش فيه؟ ايه اربجيهات كيف هي؟ راح عبد الله. شو هذا؟ ايش اللي يصير؟ عبد الله معلق صالح ايش تدروه؟ عشان يتحرك. هاي شفت اخو احمد وين انت معلق؟ معلق عبد الله؟ صار انت شلتني يا حمار. يلا انا عادي عادي اشوفك. والله حلو الماب حلو. لا لا حلو الماب زي كول اوف ديوتي لما يتحول صح. كفو كفو صالح يا ولد لازم ناخذ كونز احنا على فكره. خلاص خذوا كونز يا شباب. اه ريحوا شوي. المركز الاول يلا اي وصلنا على المريخ. راوند ثاني ورده. بس يا عبد الله عنده. اطلع اطلع له. كفو يا ولد. اكل 75 عبد الله يا ولد. اخذها صالح. لا اظن فاهمه فاهمه. قول انا معك. انا معك يا اخو احمد. كبوت صالح تعال. اصبر اصبر. او ماي جاد. لا يا عبد الله لا يا عبد الله. في واحد مختفي ولد اخو احمد. عبد الله كلا ولسه بيطلع لعنا. اوه كمان احمد كمان. رمى قنبلة ورا. يا رمى عبد الله عبد الله ثلاثة هجموا عليه.
عبد الله ثلاثة هجم عليه حرام مش ملحق. خلينا نلعب هذا اخر راوند. ها هاي ورا ورا صالح. امي ضايع والله يا عبد الله. تعال تعال تعال. ابو صالح تعال. خلص عنك يا صالح. ضايع الاخ احمد. ما حدا راح. عبد الله سنايبرات. واو او ماي جاد. خلنا نسكوب. كفو صالح. انا احمد يا ولد قصف قصف روح قلبك فاضي في اللعبه يا ولد. بقول لك يا زيد بقول لك هو بيلعب من الساعه 9 للساعه 11 ماشي ماشي خلص انه هنا يا ولد طول خلص صح؟ اوف كم كل 20 30 صالح اشترك وبس شباب كان مقطعنا لليوم اتمنى يكون عجبكم وطبعا قناة صالح راح تكون بالوصف اتمنى انكم تدخلوا وتشتركوا فيها وتوصلوا ل 2000 مشترك طبعا لا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي راح يكون على 1000 في بوكس والحزمه البركانيه لشخصين بحط لكم رابط مقطع الجيف اوي بالوصف بتدخلوا عليه وبتمشوا للنهايه للحظه اللي كنت اتكلم فيها عن الجيف اوي وبتشوفوا الشروط وبتشاركوا فيها وبس اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ويشترك بالقناه اتمنى يشترك فيها وفعل زر الجرس وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء مع السلامه. Oh.